في ظل صمت العالم تتوالى المآسي في عالمنا العربي. سوريا كتبت دروساً وكشفت تزييف العالم وأسكتت منظمات وهيئات قالت إنها تأسست لأجل الإنسان. حقوق ضائعة وأفكار تائهة، لكن هذه هي الصورة الحقيقية لواقعنا. من بين ركام هذه المآسي يطل مؤتمر مؤثرون من أجل الإنسانية ليصدح بأعلى صوته: نريد تغيير هذه الواقع، تغيير هذا الواقع المرير. لكن أي واقع سيغير وقد عجز أو أعجز العالم عن تغييره؟ مع ذلك كثر باركوا في المؤتمر ومثلهم كثر انتقدوا، متسائلين أين كانوا ولماذا الآن جاءوا وماذا يريد هؤلاء. إنما في المقلب الآخر، هؤلاء هم من سخروا منصاتهم لنقل معاناة الشعوب من سوريا إلى فلسطين إلى اليمن فالسودان. حياكم الله فيما تبقى. إذن نظم فريق ملهم التطوعي ومنظمة بنفسج نظما مؤتمر مؤثرون من أجل الإنسانية في إسطنبول، وذلك برعاية 6 منظمات سورية وفلسطينية. بهدف التغيير المجتمعي وتعزيز التعاون والتواصل وتبادل الأفكار، نظم كل من فريق ملهم التطوعي ومنظمة بنفسج الإنسانية مؤتمراً في مدينة إسطنبول تحت عنوان مؤثرون من أجل الإنسانية. المؤتمر الذي حضره نحو 300 شخصية بارزة من مختلف الدول العربية كانت لهم مواقف ماضية سواء كانت سياسية أو إنسانية، وشارك فيه عدد من الفنانين والدعاة ورجال الأعمال والصحفيين والناشطين على السوشيال ميديا، إضافة للعاملين في المجال الإنساني. شهد كلمات ومناقشات معمقة حول الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المؤثرون في وسائل الإعلام الحديثة لنقل صوت المظلومين إلى العالم، والمتابعة في تسليط الضوء على المآسي الإنسانية التي تعصف بالعديد من الدول العربية بما في ذلك سوريا وفلسطين واليمن والسودان. ورش عمل وجلسات تدريبية تخللت المؤتمر بهدف تطوير مهارات المؤثرين في كيفية إيصال رسائلهم بشكل فعال ومؤثر، مع العمل على اكتساب تقنيات جديدة في مجال الاتصال الجماهيري واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعزيز تأثيرهم ونشر الوعي بالقضايا الإنسانية. المشاركون أكدوا على أهمية التضامن والتعاون بين المؤثرين والمؤسسات الإنسانية من أجل تحقيق أهداف مشتركة، معربين عن أملهم في أن يكون المؤتمر بداية لسلسلة من المبادرات والفعاليات التي تعزز الوعي وتدعم القضايا الإنسانية في المنطقة العربية، فضلا عن ضرورة الاستمرار في هذا النوع من الفعاليات لجذب الانتباه العالمي وتحقيق تغيير حقيقي في حياة المتضررين. معنا هنا في الاستوديو في ضيافتنا أستاذ هادي العبد الله، صحفي والإعلامي السوري، عطف نعنوع مدير فريق ملهم التطوعي، وكذلك فؤاد سيد عيسى مؤسس منظمة بنفسج. مرحبا بكم جميعا. يا حي الله في ضيافة تلفزيون سوريا، وكنا نحن في ضيافتكم في مؤتمر مؤثرون من أجل الإنسانية. فؤاد، أبدأ من عندك. المؤتمر أخذ صدى كبير، يعني يتحدث عنه القاصي والداني، مؤتمر مؤثرون من أجل الإنسانية، لكن اسمح لي يعني في العنوان مؤثرون من أجل الإنسانية، يعني من أجل الإنسانية؟
طبعا من أجل الإنسانية. إحنا رسالتنا كانت واضحة بداية، كلمة مؤثرون نفسها، إنه كل الناس اللي كانوا موجودين إلهم وصول، إلهم متابعين ومشاهدين بغض النظر عن نوع تأثيرهم، سواء اعتبر البعض في ناس عندهم تأثير سلبي أو إيجابي، لكن الجميع كانوا مؤثرين وفعلا في إلهم متابعة عالية. من أجل الإنسانية هاي رسالتنا طبعا، إنه إحنا كل اللي سعينا لنعمله إنه إحنا جبنا الناس اللي بالفعل إلها لمسات إنسانية. كل المشاركين 100 مؤثر كان إلهم مشاركات إنسانية في حملات خيرية، في على الأقل حملات مناصرة، وقوف مع قضايا سوريا، فلسطين، قضايا الوطن العربي ولو لمرات قليلة. هدفنا طبعا كان إنه إحنا نشجعهم، ندفعهم تجاه الإنسانية بشكل أكبر، نفتح لهم المساحات. عندهم مشكلة بالثقة أحيانا بالمؤسسات، بطريقة العلاقة مع هاي المؤسسات، طريقة كيف يعملوا خير، كيف يطلقوا حملات، كيف يقنعوا جمهورهم. الهدف كان من هذا المؤتمر إنه إحنا نسهل وصولهم للخير، نسهل وصولهم للإنسانية. نجحتم في هذا الهدف في تسهيل وصولهم للخير كما يقول فؤاد؟ يعني أنا كنت متوقع إنه يكون تكون الفكرة فقط إنه نأثر فيهم. ولكن كانت أهداف المؤتمر أتوقع إذا بدنا نكتبها بعد المؤتمر، لأنه الأهداف اللي طلعت من المؤتمر أكبر بكثير من اللي جينا كرمالها. نحن كنا يعني بدنا نوصل لجمهور المؤثرين، ونشتغل إنه نشجع على عمل الخير. تفاجأنا إنه هن رقم واحد بدهم يشتغلوا أعمال خيرية، رقم اثنين لازم نقعد معهم قبل ما يشتغل أعمال خيرية. من هم بدهم؟ الهاء والميم على من تعود هذه؟ يعني إحنا عم نحكي عن مؤثرين من السودان، مؤثرين من سوريا، من اليمن، من المغرب العربي، من الخليج. عم نحكي عن منظمات من سوريا، عم نحكي عن كان كمان حاضر الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية اللي هي هلأ مسؤولة عن إدخال المساعدات على غزة من الأردن، حضران قطر الخيرية، مجموعة من المنظمات الكويتية. نحن نحكي عن عدد كتير كبير من يعني المشاركين، سواء كانوا منظمات ولا مؤثرين ولا فنانين. فبالتالي أنت لما بدك تحكي إنه هل يعني سألني محمد عدنان قال لي حققتوا هدفكم قديش بالمية؟ قلت له 200%. ليش؟ لأنه نحن لما اجتمعنا مع بعض في كتير ناس عرفت. من محمد عدنان؟ مؤثر مرتبط، يعني هو محتواه كرة قدم، صانع محتوى بكرة القدم ومشهور ما شاء الله عنه. فسألني هذا السؤال قلت له 200%. ليش 200%؟ لأنه نحن لما عم نشتغل هذا الشغل، لما شفنا الناس قديش متحمسة، لما شفنا الناس، والله أنا حتى بعد المؤتمر قعدت مع سوار الذهب اللي هو معلق رياضي وبيشتغل أعمال خيرية بالسودان أو حتى بسوريا وبكل مكان، ورجاني فيديوهات من السودان نحن ما بنعرف أبدا ولا سمعانين فيها، مع أنه في سوشيال ميديا وكذا. هلا بيقول لك أنه معقول ما عم بيسمعوا الناس؟ الناس فعلا في كتير ناس مغيبة، أنت بيطلع لك المحتوى على جوالك الشيء اللي أنت مهتم فيه. فبالتالي انت ما شرط تكون متابع هدول الاشخاص او متابع اشخاص بيحكوا عن الثوره السوريه وبيحكوا عن الوضع بالسودان او اليمن. فبالتالي كان كثير مهم نعرف انه جزء من النص مفقود، جزء من الرؤيه مفقوده بالنسبه لكثير ناس. وهي بجمله واحده، ما هذا الجزء المفقود؟ يعني معاناه الناس اكبر مما نتخيل بمراحل. طيب هذه انت في الداخل السوري تصول وتجول في المناطق المحررة وتعرف تفاصيل التفاصيل. طيب المعاناة الناس أكبر مما نتخيل. الناس في الداخل هل هم معنيون بهكذا مؤتمرات تهمهم تفيدهم برأيك؟ بكل تأكيد. تحية دكتور. أول شيء بكل تأكيد الناس بهم أن يوصل صوته بغض النظر عن الطريقة اللي راح يوصل فيها هذا الصوت، أو هم بهمهم بالأساس أنه يتحسن واقعهم. اللي مهجر يرجع على بيته، اللي قاعد بخيم يتخلص من خيمته، الجوعان يشبع، اللي ما عنده أكل يصير عنده أكل، يعني أي اللي ما عم يتعلم يتعلم. فبهمهم بكل تأكيد يتحسن واقعهم. هلا الآن طريقة تحسين الواقع بتختلف. نحن كنا بنحاول من خلال السوشيال ميديا بأنه نوصل صوت الناس، من متنقل من مكان لمكان، من معاناة لمعاناة، مسلط الضوء هوني، مسلط الضوء على مرضى سرطان، مسلط الضوء على مرضى الكلية، مسلط الضوء على أطفال القوقعة، من متنقل من مكان لمكان من أجل تسليط الضوء على 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 هاي الحالات، من أجل تحسين واقعها، من أجل محاولة إنه كسر الروتين وتحسين الواقع. وقدرنا بالحقيقة، يعني أمانة في عشرات الأمثلة اللي نجح فيها الإعلام من إنه يغير حال، مو حال، أحيانا بيكون حال فرد وهي مئات الحالات أو ربما آلاف الحالات، وفي أحيانا حالات عامة. يعني وقت نحكي عن أطفال القوقعة، أطفال الحلزون، 930 طفل عم يتم تركيب القوقعة لهم، بدأ المشروع. أما وقت نحكي عن مرضى سرطان، قدر الإعلام فقط إنه يكسر شيء ما صار قبل. نحن نعرف إنه جهاز الأشعة اللي هو أحد أهم مراحل علاج مريض السرطان كان ممنوع إنه يدخل على سوريا، لا سيما شمال غرب سوريا، بده موافقة وكالة الطاقة الذرية.
لانه يعني في اشاعات ممكن تتسرب باي قصف باي بخاف ربما من انه مجموعه مسلحه تيجي تاخذه. فالغرب عنده حساباته. درنا من خلال الصوت وتسليط الضوء وقت عم نحكي، طبعا ما عم نحكي هادي، عم نحكي فريق كامل من الاعلاميين الموجودين على الارض اللي امام وخلف الكاميرا قدروا يحصلوا على موافقة عن طريق منظمة الأمين مشكورين، قدروا أنه يدخلوا هذا الجهاز، والآن ربما خلال شهرين رح يبدأ العمل، وبالتالي رح يخف عبء دخول مرضى السرطان من سوريا لتركيا. أنا عم أحكي هذا مثال من عشرات الأمثلة. إذن الإعلام قادر، الناس بهمها بالأخير أنه يتحسن واقعها، بهمها بالأخير أنه يتبدل حالها للأحسن. المؤتمر هذا هو كان فعلا فكرة خارج الصندوق، يعني نحن نعرف أن الخبر السوري صار على الهامش. الآن افتح أي وسيلة إعلام، نحن نحكي أن التلفزيون السوري تلفزيون محلي، لكن افتح التلفزيونات العربية أو العالمية الخبر السوري يكاد لا يذكر. طيب وسائل التواصل الاجتماعي عملت بلوك على شمال غرب سوريا أنه أنت طالع عم تنقل واقع ناس، بيعتبروك أنه أنت ربما تكون داعم لأحد الجماعات الموجودة هناك، فبعملوا لك بلوك، بيخفوا لك وصول، بيخفوا لك كذا. فأنت الآن يعني حتى وسائل التواصل اللي كانت متنفس خنقوك، ما عاد عندك قدرة. فأتى هذا المؤتمر، هو محاولة، هو فتح يعني ثقف الجدار. بالضبط بالضبط. أنا وقت إنه والله الجماعة في إدلب ليسوا إرهابيين، ليسوا دواعش يا صحيح. جماعة بشر عادي ومثلنا مثل. طيب جيد فؤاد سيد عيسى، قل لي نتائج عملية للمؤتمر، عدد لي 1 2 3. عمليا طبعا أول شيء واحد. عملنا تغيير واضح جدا بالرأي العام تجاه القضية السورية. كان في مجموعة من المؤثرين داعمين بشكل قوي القضية الإنسانية السورية، في مجموعة كبيرة جدا عندها معلومات عامة، وجود هادي وناشطين سوريين الآخرين اللي كانوا موجودين حكوا كلمات هزت هدول الشباب الموجودين، هزت الرأي العام العربي اللي هو بتابعون 300 مليون شخص تقريبا. الناس فيها مثل هكذا مؤتمرات يعني تدعي أحيانا التأثر، يعني لا تراهن كثيرا على بعض الدموع. والله يا صديقي مو بس الناس، احنا ما بهمنا فقط المؤثرين، احنا عندنا جمهور ضخم جدا ما وراء هذول المؤثرين سمعوا منهم القصص. كل الناس شاركت قصة هذه، كل المؤثرين اللي عندهم مئات الآلاف من المتابعين، ملايين المتابعين، شاركوا جمهورهم جراح السوريين. إذن الأثر الأول إعلامي عنهم. الأثر الثاني طبعا جمع التبرعات اللي حقق تقريبا أكثر من 1,300,000 دولار خلال أول أو نص ساعة يمكن كل القضية الجمع التبرعات، وهذا طبعا كان من رجال أعمال موجودين، من مؤثرين تبرعوا نفسهم بأرقام كبيرة خلال هاي الليلة، وأيضا من مجموعة من المؤسسات اللي كانت محيطة. الهدف الأهم بعتقد أنه نحن نجحنا كسوريين، نجحنا أنه للمرة الأولى نشتغل كمؤسسات سورية مع بعضنا، كان بنفسج وملهم عم بيشتغلوا مع الناشطين السوريين، مع مؤسسات راعية سورية مثل تلفزيون سوريا ومؤسسات إنسانية، 10 مؤسسات كانت موجودة. نجحنا كلياتنا أنه نعمل إنجاز ضخم، نرجع العرب لقضيتنا، نرجعهم كلهم، اجتمعوا للمرة يعني الأولى هدول المؤثرين. ألا تعتقد أن الجملة فيها ترجعون العرب إلى القضية السورية؟ طبعا على مستوى المؤثرين في السوشيال ميديا، الناس اللي كانوا موجودين هدول الناس من زمان ما سمعوا عن القضية السورية، من سنوات مغيبين ذهب إلى مناطق النظام. طبعا بعضهم ذهب لمناطق النظام، وهي كانت قضيه اشكاليه من اليوم الاول لما قعدنا انا وعاطف كنا عم نتناقش فيها، وكنا عندي الموضوع جاي بس طيب. كنت انا جدا حقيقه انا كنت مصر جدا انه هذا الموضوع ياخذ حقه من النقاش الكافي قبل اتخاذ القرار بهدول الناس. انا فخور بانه النتائج من هاي العمليه ومن اتخاذ هذا القرار كان جيد جدا، رغم انه يمكن وكلياتنا نحن بماذا قصرتم؟ قصرنا بالآخر، هاي بدنا نحكي طبعا لا قصرنا لا. بأمور كثيرة. قل لي شيئا قصرتم به. أعتقد ممكن جايب أو جلب بعض المؤثرين اللي كان موجود. غير هذه لعاطف نعنوان. هاي مو بس لعاطف، هاي القضية يمكن فيها دوس على بعض جراح بعض الناس، أنا منهم، ناس مثل هادي ومثل غيرنا اللي فقدنا أهلنا، فقدنا شهداء بالثورة، فقدنا عشرات الأصدقاء بالثورة، منحس إنه كيف شخص كان مثلا عنده ميول لطرف معين أو يدعم حزب الله أو يدعم كذا كان موجود بهيك مؤتمر، لكن كلياتنا نحن عم نشتغل لقضية، قضية إعادة الإنسانية لرؤية سوريا. قصرنا طبعا بأنه للأسف ما قدرنا نجيب عدد كبير من الناشطين السوريين. هذه لماذا؟ لأنه طبعا ما في موافقات دخول، هذه آخر يوم كان يعني من حسن يعني حظنا أنه دخل باللحظات الأخيرة. كان في قصص سورية كتير داخل سوريا ما استطعنا لأسباب لم تستطيعوا الاتيان بالناشطين السوريين لأنه لم يأخذوا فيزا إلى تركيا. طبعا لأنه في عدد ضخم من الناشطين السوريين، من قصص في المخيمات، من الناس المبدعة اللي ما استطاعت تدخل تحكي قصصها لأنه سبب لوجستي وصعب أن نحصل موافقات. يعني هذه لا تثريب عليكم بها البعض، يقول لك هذه قوانين. قل لي أما تبع التثريب أعطيه لعاطف وحدي شيئا قصرتم به. والله قصرنا أنه إحنا للأمانة أنه ما عملنا المؤتمر من زمان. أنا متفاجئ أنه إحنا كيف تركنا هدول الناس في السوشيال ميديا لسنوات كمؤسسات سورية ناجحة أثبتت نفسها لليوم لعملنا هذا المؤتمر. طيب جيد،
شو جايبين لنا ناس مع الأسد و تارك لك نفس السؤال لعنى. طالعين فاتين على النظام وكذا، ما قصة هذه التي تطبخ هذه؟ من أين أتيتم بها بطبختها؟ هلا أنا بالنسبة إلي بحب إني لما أشتغل شغلة ما أشتغل كوبي بيست. دائما لما بدك أنت تعمل مؤتمر، خلينا نقول ممكن نجيب نفسنا نحكي نفس الكلام نحكيه بسهراتنا وبعداتنا وبجلساتنا مع نفس الناس اللي بنحبهم وبيحبونا وبيعرفوا قضيتنا وعم بيتصرفوا نفس تصرفاتنا، نقعد بغرفة واحدة بنحكي نفس الحكي ونكرر ونكرر ونكرر. لما طرحت الأسماء إنه مؤثرون لأجل الإنسانية، أنت لا تدعي، ما فيك تدعي أشخاص يعني هن شبيحة، صح؟ فاللي بده يقبل دعوتك لازم يكون في عنده ها يعني قبول ولو 50%. شو اللي عمله النظام الأسد بالسنين الماضية مع اليوتيوبرز؟ عنوان الفقرات كلها استقطاب النظام لليوتيوبرز لحتى يبيض سمعته، صح؟ طيب هلا نحن كثورة سورية، سواء يعني ما بعرف إذا هذه بتتفق معي، نحن شاطرين جدا بتطفيش الناس، يعني فورا نطحش. تتفق معه بعد؟ والله أنا حكيتها بالفيديو، صورت فيديو بعد حكيت وقلت يا شباب حاجة نطفش، يعني حاجة نطفش. فأنا حكيت مع الشخصين، مؤتمر مسؤول عن الأجهزة الإنسانية بمنظمات سورية ثورية تشتغل فقط بشمال غرب سوريا بالإضافة لغزة وبعض المناطق الأخرى، عاملين مؤتمر. ممكن تفاصيل في سياسة؟ لا لا لا، ما في سياسة، بس تعالوا. مين الشخصين؟ الأشخاص اللي عليهم خلاف. من؟ هلا هن طبعا عليهم خلاف بعدين، ولكن أنت عم تحكي عن مثلا الشيف أو الطباخة، يعني كل الناس ذكرت اسمه. فلما إجت كان في خوف، فأنا قلت لنا إحنا شباب سوريين، أنت لبنانية، إحنا شباب سوريين، نحن ضد الظلم. وأنا ما بعرف إذا أنت لما رحتي على سوريا أو صرت تصوري بدمشق هذا الشيء بضرنا نحن السوريين. ليه؟ لأن أنا كشخص، ما فيني أنزل على مكان مدينتي أو مدننا نحن اللي أنت عم تزوريها، بس أنت لبنانية، فهل أنت كان قصدك تبيدي صورة النظام؟ فكان الجواب مرضي لي. طيب ممتاز، هذا ماذا الجواب كان؟ لا مو ما بدي ارضي حدا. طيب انا كنت عم بصور شيء مفكر حالي بعمل شيء عظيم للناس المغتربه. طيب ممتاز هذا الكلام. فنحن لما نجي على النقطه هاي، هل في مبالغ ماليه تدفع لهدول الاشخاص او لانه في مبالغ عم تدفع لليوتيوبر، صح؟ هل تم؟ لا. ممتاز، اذا ما كان في اتفاق فاحتماليه الاعتذار او التبرير للشعب السوري او للشعب السوري المزعوج من هالفيديوهات في حال كانت وارده، فمعناته في صدق بالحكي، في صدق بالكلام. يعني إذا أقول لك إنه أنت حاس حالك غلطت بعد ما شرحت لك الوضع، تقول لي والله وأنا ما كان قصدي أبداً، وأنا للأمانة إذا حدا انزعج مني فأنا آسفة. هل بقلع من المؤتمر ولا بقول ممتاز؟ طب ممكن نبرر للشعب السوري؟ قال تشغل الكاميرا. أنا أبداً ما برضى بالظلم، والله ظلم أي إنسان، وأنا لما نزلت على سوريا كنت ما بعرف إنه رح ينزعج مني حدا وأنا آسفة. مو هذا الكلام ما بيعني إنه هي ما كانت تعرف شو عم يصير بسوريا، لا، هي بعيدة عن دمشق نص ساعة. ولكن احنا نحكي مين اللي قرر انه النزدي على الشام وتصويره، انت كمصري ولا كسوداني ولا كذا، مين اللي قرر؟ هل في قرار دولي ولا قرآن منزل بانه ننزل؟ لا، هاي شيء لازم نحن نشرحه للناس، انه انت عم بهالعمل عم تبيضوا صورة النظام المجرم. ففي حال هذا الكلام وصل وما صار عليه رد وقال انتوا على عيننا وراسنا ونحن اسفين، شو بتعمل انت بهالحاله؟ ما بتقول ممتاز شكرا لك، نحنك تفهمت. الشغله الثانيه، الشخص الثاني اللي هو احمد حجازي كان عم بيصور، شاف انه حزب الله عم بيقصف اسرائيل، صح؟ صور فيديو حزب الله عم بيقصف اسرائيل، طالع من غزه معلق بقشه، بده يعني يتمسك بقشه، صح؟ شافه عم بيقصف وما حدا عم بيرد غيره، انت مكانه شو بتعمل؟ بتقول الله حيه؟ نحن كشعب سوري يوم اسرائيل انت تقول الله حيه؟ مو انا بدي اقول الله حي، لا يعني مثلك، يعني انت انا عم بقول انت لو طالع من غزه حط حالك مكانه، شفت حزب الله عم يقصف اسرائيل؟ سألني معلش عاطف سؤال اجاني، قال لي انتم كيف بتقولوا الله حي اسرائيل لما بتقصف النظام بدمشق؟ سمعتها من سوريين ولا ما سمعتها؟ والكل كان يفرح ويصفق، اللهم سدد الرمي. هذا احنا اللهم اضرب الظالمين اخرج منهم سالمين. نحن عم ندور على قضيتنا، لكن نحن لازم نفهم الناس كمان ونفهمهم ونشدهم لقضيتنا. طيب مره اخرى، اذا انتم دعيتم هؤلاء تحت بند يا جماعه بكفي تطفيش بالثوره السوريه، احنا بدنا نستقطب وبدنا نبين وجهه النظر. ليش النظام بيستقطب الناس؟ بيستقطب، هلا يرجع شيخ عشيره معارض النظام وقاتل منه 1000 شخص،
صار ولا ما صار؟ حاول بكل الفنانين باليوتيوبرز العرب بالسوريين. بالتالي أنتم على هذا على هذا المبدأ تريدون أيضا الاستقطاب. يا جماعة إحنا شباب ثورة ما بدنا نستقطب الناس. بس جاوبني إيه أو لا؟ طبعاً. صح وفق هذا المبدأ. صح. تمام. ترضى بهذا المبدأ؟ نعم. أنا حكيت لك ووضحت بفيديو هاي القصة. أنا مع يعني فكرة إنه ما نضل متقوقعين على أنفسنا. يعني إنه بالأخير بنجي نقول ليش صوتنا ما عم يوصل؟ ما أنا مسكر الباب. أنا مسكر الباب. أنا وقت اللي بده يجي ناس مناصرين للقضية قضية الثورة السورية هم أوريدي عم يحكوا على الثورة السورية وإن كانوا قلة يعني. لكن وقت بده يجيب ناس موقفهم ما واضح، موقفهم رمادي، بدي أقول لك أنا مع إني أجي ووضح لهم. إني جيبهم وضل ساكت لا، ما بخليهم على رماديتهم، ما بجيبهم، بس بجيبهم وبوضح لهم. وأنا بحضور مثلا عبير وبحضور أحمد حكيت بكلمي إنه ما بنرضى بحدا يلمع صورة الأسد المجرم، وحكيت إنه بينزلوا على الشام، اللي عم ينزلوا على الشام عم يزوروا التاريخ، لأنه عم ينقلوا جزء من الحقيقة بمنطقة بدو إياها النظام وسجن صيدناية اللي عم تنفي مذابح بشرية بحق سوريين ما حدا عم يجيب سيرته. فهذا تزوير التاريخ والشهود ما زالوا على قيد الحياة. فأنا بكل تأكيد مع أنه نخترق الجدار، بكل تأكيد من أنه نحدث موثق، نحدث ثقوب لنحاول أنه نكسب الرأي العام من جديد. مع الأسف نحن محاربين، قلت لك نحن بلوك علينا بوسائل التواصل. طيب شو بنعمل؟ بدنا نحاول ما نضل متقوقعين، ما نضل مسكرين الباب، بدنا نفتح الباب بشرط ما نضل ساكتين ابدا. وعلى فكره كان في نتائج، انه بعد الكلمه اللي انا حكيتها اجت عبير اعتذرت. انا طيب شو بدي اكثر من هيك؟ في نموذج ثاني، في شاب ما راح اسميه، يوتيوبرز معروف، معروف جدا. انا طيب. من محبتي له حبيته، لان نزل على مناطق النظام بال2015 صور وصار في عليه كثير من الحكي، وكان حاضر بمؤتمر بفعاليه او بعمليات زراعه القوقعة على الاطفال السوريين، فكثير حذروني وانا كنت عم اتعامل معه بحذر. قربت منه، هو قرب إجا سلم وهيك، حسيته حدا كتير لطيف. حكينا عن الثورة، حكينا عن معاناة السوريين، جاوب، صار يسألني، جاوبته، سرنا مرتين ثلاثة، نزل على صفحته أو على ستوري بإنستغرام إنه قصف نظام الأسد المجرم لمنطقة بريف إدلب. رد حكى كنت عم أحكي عن حزب الله، وأنا بعتبر بالمناسبة حزب الله هو عدو إلي أكثر من بشار الأسد، هو هجرني وقتل أصدقائي وكذا. صار يتفاعل معي بتأييد لفيديوهات عم شرشح حزب الله فيها. فأنا عمليا بكون ربحت ولا خسرت. وقت بكسب حدا عنده جمهور وقادر انه يوصل رساله السوريين، بكون ربحت ولا خسرت. انا ما بدي اضل متقوقع. انا اي حدا في امل بانه طبعا بشرط ما يكون شبيح ومتورط بالدم، عم احكي حدا غير سوري مغيب عن القضيه السوريه. وقت بتقول لي صحيح انهم هم ما بيعرفوا شو اللي عم بيصير بسوريا، يا اخي انا بعرف شو اللي عم بيصير بالسودان. انا اقسم بالله اللي انا اختصاصي عمل اعلامي ما بعرف تفاصيل بالسودان، لكن حوالينا يعني لا 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 دعك من المغرب العربي والسودان وافريقيا، يعني معقول في منطقة المشرق العربي حوالي سوريا لا يعرفون ماذا في سوريا؟ والله يا معاذ في كثير من السوريين لهلا ما بيعرفوا. بيقولوا لي هي تحرير الشام مع مين؟ النظام وروسيا وإيران وتركيا معهم ولا بروسيا وأمريكا؟ يعني ما بيعرفوا الوضع السوري المعقد. كثير من السوريين بلتقى فيهم هنا فيعني وما بلومهم، يعني اللي التهب بمعيشته واللي الله يساعد الناس، يعني اللي التهب الظروف اللي قاهرة حقيقة. يعني وأنا حكيت بالمؤتمر إنه منيح تضل يعني الظروف أو الأشياء اللي عشناها هي غير منطقية برا. إذن هذه يجب أن تكون سنة عند السوريين، الانفتاح الآخر، التحاور مع الآخر، لا بس بالضبط بالضبط، بشرط ألا يكون هذا الآخر شبيح أو متورط بدم أو أيد في يوم من الأيام قتل السوريين. أنت بتعرف في شريحة حتى من الصحفيين اللبنانيين على سبيل المثال، أنا عندي دائما بيعلقوا على تويتر مثل الذباب، بيأيدوا لقتل السوريين، بحيوا البراميل. هذول بكل تأكيد حكمهم حكم بشار الأسد وشبيحته، لكن حدا رمادي محتوى ترفيهي أنا بدي إياه. تعال صحيح. أنا سؤالي إذا نحن يعني لسه مع العرب الناس اللي ما عنده أي موقف مضاد للثورة أو داعم لبشار الأسد لا بشكل وضيح ولا غير كمان مباشر، عملت خطأ معين أنه نزلت للشام مرة، أو عندها رأي أنه القضية الفلسطينية مفصولة عن القضية السورية وبالتالي حزب الله في فلسطين مختلف عن حزب الله في سوريا، إله رأي عبر عنه وتغير رأيه بشكل كبير جدا خلال هذا المؤتمر، إذا هدول ما عم نقدر نتقبلهم أو ما عم نقدر أنه نحن نقعد معهم ونشرح لهم وجهة نظرنا ويسمعوا من هادي ومن مهدي ومن الشباب السوريين الصحفيين كلهم اللي حكوا كلام حقيقة الناس كانت متفاجئة بحجم الكلام القوي اللي حكوه، بحجم الكوارث اللي عاشوها. فكيف نحن بدنا نوصل لسه مع السوريين؟ كيف بدنا نوصل مع الناس اللي لسه مثل ما حكى هذه الناس اللي ولدت بأوروبا هلأ، اللي الناس اللي ما بتعرف شو في صاير بسوريا وبتقرر أنه هي بكل بساطة تروح تحجز على الشام وترجع وتشوف أهلها وتعمل؟ فإذا نحن العرب البعيدين عنا كل هذا البعد، مثل ما حكى هذه أنا القضية اليمنية أو قضية ليبيا كنا كان معنا مؤثرين من كل الوطن العربي، بديت حس حالي انه انا مجرم ايضا مخطئ، انه انا ما بعرف شو اللي صاير بليبيا، ما بعرف شو اللي صاير بالسودان اليوم بالضبط. هاي كلها طبعا منطقتنا العربيه ونحن لازم واجبنا انه نفهم. انا بدي اسال سؤال،
لنفرض ان انا هلا او انت حملت حالك واجتك اجاك مؤتمر بالقاهره وانت بالحاره اللي ساكن فيها هون في تركيا في اشخاص ما فيهم يروحوا على القاهره متفق ولا لا ورحت تصورت جنب الاهرامات وجنب بيتهم وقلت انه الاهرامات بتجنن ومصر مدينه الحياه الساعه واحدة بالليل كل الناس فيها هذا الشيء انت برايك يعني او بتعرفه انت مو عادي لكن اسمح لي هناك فارق يعني سوريا تقريبا على الارض تقريبا الذي حدث في مصر هناك ظلم صح. كل البلدان العربيه منكوبه ولكن انت تزعج الاشخاص الغير قادرين على الوصول للقاهره وهن مدينتهم صح صحيح فنحن فهمنا هاي القصه بس لك شغله انا ما بقول لك انه هن مو عن حق يروحوا بس انا عم بقول خلينا نفرق هن هل بيعرفوا شو اللي صار بسوريا وانه سوريا على الارض وانه هن على الطرقات شايفين درعا نص على الارض وحمص نص على الارض متفقين انا ما عم بحكي عن هن معترفين باجرام الاسد ولا لا انا عم بحكي عن الزياره هل الزياره معمم عليها بانه ممنوعه من قبلنا اكيد انت كشخص غريب يعني يفترض انك ما تكون تعرف نحن لازم نوضح للناس يا جماعه لا تنزلوا عن النظام انتوا عم تستخدموا لتبييض صوت لماذا ينزلون ويروجون للمسبحه لا الشام حلوه يعني لا هناك تركيز على المسبحه ما قصه المسبحه هنا من بدون اي شيء انه المعيشه والله باثنين طيب. دولار بتشتري سندويش شاورما وبواحد دولار مدري شو بتعمل وهم عم يصوروا ببقعة جغرافيه صغيره هم ما بيصوروا انه الكهرباء ما بتجي غير نص ساعه بالشام يعني في كثير من الامور انا حقيقه يعني ما لقيت وصف ادق من تزوير للتاريخ هم يزورون طيب الناس سلخوكم بالسنه الحداد السوريين انه شلون عم بتجيبوا هاي العالم يعني نحن اسفين شو بعمل يعني نحن عندنا فكره وهي الفكره نيتها طيبه أنا هلأ عم بحكي أنا وياك كشخص وعم نحكي بكل شفافية وأنا ما جايين منهم مصاري وإذا أجوا ولا ما أجوا دائما اليوم كنت عم فكر أكتب بوست إنه الطريقة الوحيدة لحتى ما يكون في تقصير نسأل سؤال عن التقصير الطريقة الوحيدة إنه ينجح المؤتمر ما يكون في أي تقصير نصور لك الغرفة القاعة فاضية ما يكون في مؤتمر أصلا ليه طيب لأنه ما حدين لأنه كل الناس إذا أنت تفكر بالموضوع جبت فلان حاكي بزماناته هيك وفلان ما منزل عن سوريا من سنة وفلان طلع مع فلان لا معلش عاطف اذا بتسمح لي انا نص تعليقات السوريين للاسف اللي كانت مهاجمه يعني انا ما تفاجات بقضيه العرب ومتوقعين رده الفعل على الشخصيات اللي لها موقف يعني غير واضح بس تفاجات بالحديث عن موسى العمر وعن هادي العبد الله وعن الاعلاميين وعن مهدي كمخ ومن هؤلاء الممثلين التافهين حتى تجيبوهم هذول فخر سوريا هذول الشباب اللي كانوا معنا كتب عن مجموعة من الناس وكتب على مجموعة من التعليقات يعني الجمهور السوري لديه مشكلة الآن؟ نحن صعبين من نحن؟ أنا بصراحة معاذ ما عندي مشكلة أي حدا يعبر عن رأيه وحكيت طبعاً نحن ضحينا 13 سنة أو 14 سنة مشان يقول كل واحد فينا اللي بده إياه طيب. ينتقد لكن هذا النقد ما يكون تخوين أو طعن يا شباب ما بدك تشتغل خلي غيرك يشتغل في أشخاص نقدون على عيننا وراسنا والله العظيم في أشخاص بينصحونا وبينتقدوا وبيقولوا ليش جبتوا فلان فأنا طلعت الفيديو 10 دقايق و50 ثانية عقول نحن آسفين إذا غلطنا بس والله العظيم هيك قصدنا أنت معي أنه أنا وياك نروح نشرح للأشخاص لكن بدل. تقول الجمهور السوري صعب نحن صعبين نحن كلنا حتى أنا كلنا صعبين نحن شوف عاطف يعني الجمهور السوري شوف على اللي صار فينا ايه؟ يعني نحن إسا مناح بس دخلني كمل لك شغل من تعرف نحن عم نحكي عن مؤتمر عربي خلينا نفهم هالجزئيه كثير مهمه لانه بالنسبه لنا كلياتنا كل حكينا بالحلقه عن سوريا ولكن انت تعرف انه مشاكل الفلسطينيين لسه بسبب طول امد الحرب كارثيه مين معتز عزيزه بتكرم بكل انحاء العالم ومستقطب من كل انحاء العالم ولما بدنا يعني عانى قضيه شبيهة بدنا ندعي معتز عزيزه معتز انسان يعني بعيد ما بعرف اذا لازم نخلط العمر بالموضوع ولكن انسان طيب بسيط انا كنت متردد جدا قبل باربع ايام المؤتمر قلت مرحبا معتز انا بدي ادعيك قال لي تفضل هي ايميلي قلت له بلا ايميل بلا شيء مني الك تسجيلات صوتيه اسالني وجاوبها قام قال لي اعطيني معلومات اعطيته اللينك قام شاف صوره ماكسيم قال لي قاعد عم بحضر مسلسل لماكسيم جاي اول واصلين لمؤتمر مؤسسون لجنه انسانيه اخر شخص دعيناه اللي هو معتز معتز عنده مشكله كبيره مع الفلسطينيين ليش لانه هو بيعبر ببوستات معتز ما عنده يعني عنده 18 مليون متابع فانت بدك تحكي شغله انه كمان تعرضنا للتخوين والمسبات لانه دعينا معتز عزيزي اللي هو بفلسطين يعني هو انسان شوي او بيعبر للاسف يمكن عاطف مطرب يعني او مزمار الحي لا يطرب هذا الشيء اللي شفناه مع معتز مع الفلسطينيين وشفناه احنا مع بعض السوريين يعني اعتقد كلنا يعني في يعني تغرمكم الناس
لا لا طبعا اقول انه هذا الشيء للاسف انه الناس المقربين هم ممكن اللي يكون عندهم ردات فعل دائما عليك، بس نحن تفاجئنا بردة فعل المؤثرين اللي اجوا من دول ثانيه بيقولوا لنا عن جد كانت علا فارس تحكي لي وعدنان وبعض الشباب انه انتم كيف هيك شباب سوريين هيك، لما بدوا يفهموا الموضوع جايبين كل هالمؤثرين في الوطن العربي اللي لأول مرة بيجتمعوا بتاريخهم، الفكرة لأول مرة تنفذ جابهم شباب سوريين من مؤسسات طيب. إنسانية تعمل في مناطق الشمال، متفاجئين بحجم هذا الإنجاز بالنسبة إلهم أنه جمعتونا تعرفنا على قضية سورية، هن دول ما تستطيع جمعهم، دول بحالة حاولت تعمل محاولات شبيهة. فللأسف طبعا هذا الشيء ما دائما مقدر بالشكل المناسب، أحيانا بيكون فيه أخطاء ما ظهر بأفضل شكل، هذا كله وارد، لكن نحن عملنا شيء نفتخر أنه نحن قدرنا ننجز النسخة الأولى منه بأفضل شكل. وللأمانة يعني هناك إشادات كثيرة يعني بما قدمتم. الجمهور السوري كيف التعامل معه؟ هل أو قبل الجمهور السوري باشا، هل نحن السوريين فعلا تشظينا إلى غير عودة؟ منقسمون على كل شيء، منقسمون الآن، ننقسم على هذه الطاولة، هذه جميلة وهذه ليست جميلة. ويعني أنا برأيي الحالة اللي صارت هي حالة طبيعية بالمطلق، النقد اللي صار هو حالة طبيعية، يعني أنت بدك تأخذ بعين الاعتبار عدة شغلات، إنه ناس كانت مكبوتية على مدى عاشت كبت على مدى 50 سنة، فبدأت تعبر عن رأيها بأي شيء. أنت بتلاحظ إنه الجمهور السوري بالذات بيعبر عن رأيه بأي شيء، وهذا حقه، هذا حقه، بده يعوض سنين الكبت اللي كان عايشها، موضوع هنية وموضوع فلسطين وموضوع اليمن، بده يعبر عن رأيه، فما بالك بقضية محلية ميدانه. وانا يا شباب امانه وراح اطلع الكاميرا يا شباب، انا مع اي حدا انتقدونا، يعني الامام الشافعي رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، انا والله العظيم انبسط وقت حدا بينقدني بقول يا هادي حسن هيك، يا هادي اعمل هيك، يا شباب انا بقوى فيكم، انا اقوى بهدول اللي عم ينتقدوا، انا حرفيا اقوى فيهم، وانا حرفيا تعلمت منهم كثير، والله ما في فيديو بصوره الا احيانا بشوف اذا في حدا على الخاص بعت لي او انه هون لو انك عامل هيك او لو انك حكي على فكره بعدلها بالمنشور بعد. لا بعض السوريين يقبلوا النقد، انا يعني يعتبرون نفسهم فوق النقد آلهة. لا ما في البعض يعني ما في احد فوق النقد، لكن انا بنفس الوقت اللي عم اقول لك انا يعني ارجوكم ان تنتقدوا اي خطا ترونه بنا، يعني انتقدني خير، قول لي انت اخطات بكذا، يعني انا بالاخير ماني ملاك، انا حدا 14 سنه من مكان لمكان، فشي من الطبيعي اني اخطا، يعني الشيء ما طبيعي اني ما اغلط، الشيء ما طبيعي انه ما اتعرض للنقد، القاعد ما يقع اذا انت ما بتشتغلين على الله معاذ، اخذنا لكن القرار بهذه الطريقه. الجزئيه انه يا شباب بلد تخويل، والله ما لنا غير بعض يا شباب، نحن قادمين على ايام سوداء، نحن قادمين ما يعني بلد تخوين، قادمين على ايام سوداء بالضبط، بعد في اسود بنين في موضوع المتخوف منه يعني. انا المتخوف منه احد اهم اسباب قدومي للمؤتمر في موضوع تخفيض المساعدات الامميه من الامم المتحده. طيب بلا تخوين، نحن سوريين نخون بعضنا، نسقط بعضنا، لا ما بمطلق، هي حالات فرديه يا اخي، ما فرديه يعني. هناك شيء جماعي طبعا فرديه طبعا احنا والله احنا ما زلنا الامر شائع، البعض يقول لك شائع لاقتصاد التخوين، لا احنا عندنا طبعا كسوريين مستوى اعلى شوي من مثل ما حكى هذه يعني من التوقان للنقاش العالي ورفع مستوى الحديث، وهذا الشيء حقيقه نحن بالنسبه لنا مفهوم جدا. انا حكيت بالمؤتمر لو نحن بدنا نحكي ان احنا شعب مو منيح، اللي بشوف حجم المسبات على عن تجربة شخصية عم بحكي، طبعا هذا عم بيقول يعني انتقدوني لحتى احسن، ولكن لما يجي واحد يسبه بامه ولا باخته ولا يعني بتعرف انت الوضع، اكيد انت ما تتقبل منه شو ما حكى، صح؟ فبالتالي نحن عم نحكي عن اشخاص معدودين، ذباب الكتروني اغلبهم اسماء وهمية، ايوه اغلبهم اسماء وهمية. في شغلة كثير مهمة هون انه نحن لما عم نعمل الإنجاز، لا ليسوا أسماء وهمية، أنا الآن أعرف أكثر من مجموعة وأكثر من شخص أعيان بعينهم يعني انتقدوكم. هل هي حالة عامة أم فردية؟ وقالوا يعني ماذا فعلتم؟ يعني ماذا فعلتم؟ هل أنتم أتيتم بما لم تستطيعوا ولم تفعلوا شيء؟ أنا عم بحكي عن المسبات اللي هي شيء بيخجل. على فكرة النقد أحيانا قد يكون أقسى من النقد، ليس أقسى طبعا، نحن النقد كان جدا متقبل لنا، نحن من البداية الأولى حاسين إنه نحن أمام نقد يمكن أن شغلة يكون شغلة مهمة أنا بدي أحكيها، أنه الأشخاص اللي مناح اللي بدها تحكي كلام منيح عن المؤتمر هون بتصف على جنب، هي اسمها الفئة الصامتة. ليش؟ لأنه في أشخاص أو زباب الكتروني، هدول الأشخاص عم بسبوا، أنا ما عم بحكي على الأشخاص عم تنتقد، الانتقاد على عيننا وراسنا يا جماعة، أي شخص بيستفسر منا ليش جبتوا أنا لا لما سألتني ما جاوبتك ليش جبنا عبير ليش جبنا أحمد ليش دعيناهم، جاوبتك ولا لا؟ وضحت لك اقتنعت ولا ما اقتنعت، أنا هيك شايف، أنت بتشوف منظور ثاني ما في مشكلة، هذا نقد، ولكن يوم اللي يكون مسبات فبالتالي الاشخاص اللي عم بيعلقوا عم بيكتبوا رايهم فورا بيجيهم تعليقات، انتم لو ما مستفيدين ما علقتوا هيك او بسبوهم، فبضطروا يحذفوا تعليقاتهم، فهون عندنا المشكله الكبيره انه نحن بس شفنا واحد الله يعطيكم العافيه جمعتوا هالمبلغ، فورا لو ما مستفيد
ما كتب ما ما انت مشبيحته انت كذا. فهذا الشيء كثير منتشر عنا. انا هادي انا بعرف شو قصده. هادي بيشتغل وما في حدا من الشعب السوري الا متفق مع هادي. للأمانة من أعظم الشخصيات بثورتنا السورية هادي عبد الله. والله راسي. الله يبارك فيك. يعني هذا الحكي مو قدامك أنا بحكي. لا والقميص جميل. في واحد مو متفق معه. أنا بتصور هذا القميص. تصور مع شهاب مبارك. شوف شهاب. خمس دقايق من الحلقة. ما يليق. مع شهاب ومع مدري مين كم واحد من الشبيحة. فبالتالي نحن لما عم نحكي عم نشتغل بشأن العام عم نشتغل بالتبرعات. يعني أنا والله العظيم ما حكيت بالفيديو عن التبرعات لا لآخر شيء. عم يعني أقول أحد الإنجازات أنا ما خطر ببالي تبرعات أبدا مع أنه مبلغ أكبر مبلغ مش معه بحفل تبرعات. الشيء اللي صار إنه سوريين اجتمعوا مع بعض ولسه لهلأ ما شدوا شعر بعض لليوم. ثبتها على الكاميرا أستاذ عاطف. واتفقين وعملوا هذا الشغل وجابوا كل هدول الناس اللي إحنا بنشوفهم مناح ومؤثرين سواء اتفقت معنا ولا لا. أحد الفنانين عاطف قال لي الله يصلي 13 سنة يا أخي بحياتي ما حسيت بقيمتي مثل هذا اليوم. قال لي العرب كلهم يعني حتى لا تتهمون بانكم تمدحون انفسكم. ما بنمدح انفسنا نمدح ان نحن ما نمدحه وما نحاول. انا ما كملت فكرتي. انا ما خليت اكمل فكرتي. والله فكرتك من نص الساعه بدات بالفكره لن تنتهي لبعد الحلقه. اسمح لي يعني تسمع هذا الكلام يعني الى هذا الحد يعني يا سيدي نحن اخطانا واصبنا انا اقول ما قالوا ما قالوا اللي حاضر. والله راح ارجع لك الى هذا الحد. يعني الامر كان يعني مدعاة للانجاز والفخر انه والله السوريين يعني ما شدنا شعر بعض منيح والناس حست بقيمه الامر وكذا. مبالغه صح بقمه الخذلان اللي عم نعيشه. فطبيعي انك قدرت توصل صوتك وترجع القضيه السوريه. هلا بدك تقول لي انه اتحررت اراضينا؟ ماني عسكري حتى احرر اراضيك. بدك تقول لي انه قدرت توصل قضيه للامم المتحده؟ ماني سياسي. انا بمجال الاعلامي او بالمجال الانساني قدرت اني اعمل خرق وحقق انجاز ما. في شاب يمني ناشط يمني كان موجود قال يا شباب اجى لعنا. كنا قاعدين انا ومكسيم ويحيى حوا وبالعاص. اجى لعنا قال يا شباب والله نحن بنحسدكم. تفاجئنا اول مره حدا بيحسدنا. قالنا انه انتم عندكم ناشطين وعندكم فنانين قادرين يوصلوا صوتكم. احنا ما عندنا. بتمنى تساعدونا توصلوا صوتنا. انا حسيت فعلا بالتقصير الكبير تجاه اليمن وانا السوري اللي عايش حرب وعايش قهر وعايش ولساتني عايش هاي التفاصيل. ففي يعني في شعوب سواء كان باليمن او بالسودان تتمنى ان تصل الى انه في يكون عندها مؤثر قادر على الارض يغير قادر يوصل صوت. بالسودان يا اخي والله ما عم توصلنا الصوره الا بطلوع الروح. ما وصلنا الخبر الا لحتى. ففي فعلا في قضايا نحن يعني تقدمنا عنها بموضوع ايصال الفكره مشان ما يفهم كلامي غلط. نحن تقدمنا عنها. فبتمنى انه نضل مكملين نفكر دائما خارج الصندوق بانه لازم نحدث خروق ما لنوصل الصوت بكل الطرق. ما عندنا حل. تخلوا عنا كل الدول. طيب شو بنعمل؟ نضل ساكتين؟ والله ايه تعوا اقتلونا، تعوا حاصروا المخيمات، حاصروا كذا. ما بنضل ساكتين، بدنا نحاول نصنع المعجزات ونجرب من هون. اخطانا عادي بنجرب من طريق ثاني. نجحنا بجزء واخطانا بجزء، اوكي نحن بشر، يعني بدنا نتفق يا شباب نحن ما لنا معصومين، شيء طبيعي انه نخطئ، ما حدا طيب. وهذا من اليوم ولن تنجو من أقوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون. الله عز وجل قالوا عنه ثاني اثنين. وهذا معادل أماني شيء طبيعي جدا أنه يقال ما يقال. طالما أنت يعني تفعل هذا الشيء إرضاء لله عز وجل وتفعل هذا الشيء من أجل مصلحة الناس نحن من اليوم الأول متوقعين نقد. أنا وعاطف قلت له عاطف قبل كم يوم نحن حنتعرض لهجوم. اتصلنا بكم شخصية سورية من الثقات في الثورة السورية والإلهم رأيهم وشاورناهم بكل شيء. عدنا التأكيد على من عليه بعض الشكوك أنه نحن مؤتمر يمثل الثورة الثورية في مؤسسات من مناطق المعارضة وجاي ناشطين يحكوا بكل أريحية. عندك مشكلة؟ ما كان عندهم مشكلة. هل برأيك معاذ كان لازم لهم لا تحضروا واذهبوا إلى مناطق الأسد؟ هذا هو حلكم الوحيد حتى تكونوا مع السوريين. نحن حاولنا أصبنا وأخطأنا أنجزنا إنجاز ضخم أنه عدنا مع السوريين ومع العرب مرة أخرى في السوشيال ميديا بشكل قوي. عدنا لأكثر من 300 مليون متابع شافوا هادي وشافوا مهدي وشافوا الشباب السوريين مرة أخرى سمعوا صواتهم. أخطأنا ببعض الأمور وهذا وارد طبعا. قصرنا حكيت أنه نحن قصرنا للأسف أنه ما جبنا كل السوريين ما قدرنا نجيب كل الطاقات لأسباب لوجستية. موضوع الشيء اللي صار إحنا طبعا الانتقاد اللي حصل من بعض الناس المثقفة والواعية حقيقة كان محل تقدير عالي جدا. لكن الهجوم الآخر اللي صار مثل أنه أنتم ممولين إيرانيا وقطريا ومعادلة دولية إحنا شابين الله يعين. يعني بدأت الفكرة بطريقة بسيطة جدا كانت
انه نجيب كم واحد كبر الفكره الاجنده بهيك نوع من المؤتمرات جدا هم. انت عم تحكي عن عم تقول لي انت بتفتخر بحالكم، نحن اشتغلنا كل هذا الشغل والله العظيم انه ما في حدا ورانا اطلاقا، ما في حدا يعني لا دوله عم تفرض علينا شيء، لا مؤسسه عم تفرض علينا قيود ولا شيء، صفر صفر حرفيا صفر. اخي هدول المؤثرين بيدفعوا لهم ليجوا على الشام ولا يجوا على اي مناطق، بيدفعوا لهم مبالغ طائله. نحن بدات الدعوه بدعوه بسيطه على هذا الامر. في كثير من الشباب اللي كانوا وعندهم متابعين كثير جاهزين يدخلوا على ادلب، مو جاهزين يعني نيكولاس سوري قالوا انا عم صور معه، فقال لي انا جايكم انا بدي انزل على ادلب. في كثير حتى من الفنانين اللي وعدونا بان ينزلوا. انا وقت بكسب هذول هاي الشريحه لتنزل تختلط باوجاع الناس والامهم وتوصل الصوره اللي شفتها بعيدا عن اي بروباغندا، بعيدا عن اي ربما مبالغه، انا وقت بينزل هذول الاشخاص وبنقلوا واقع الناس انا ممكن احدث خرق باني غير راي عام. وانت بتعرف انه واحد يعني عنده متابعين قادر انه يثير قضيه، ما قادر انه يثير راي عام. فانا وقت بضمن انه راح ينزلوا على الادب كل خسرت الأربح. الحقيقة نحن هذه أرسلنا لكم واحد دعوة، تفاجأنا إنه هم بدأوا يرسلوا إلنا إنه إحنا بدنا نجي بدنا نسمع عن سوريا أكثر. طبعاً هدول الناس كلهم إجوا بدون ما يندفع لهم أي مبالغ، بدون ما يتم يعني أعطاهم أي شيء إضافي. بدأوا هم يسألون إنه لازم نحضر، والسنة الجاية لازم نحضر بشكل أوسع، لازم نسمع من السوريين، نزور سوريا ونزور الشمال السوري ونتعرف على قصصكم أكثر. الوقت الآن أوشك على النهاية. أنت حكي صح إنه باقي على رأس فريق ملهم إلى الأبد؟ مين أنا؟ لا يا زلمة الله يريحني قول آمين. حكي؟ لا طبعاً أنا بجرى على رأس فريق. أنا قسماً بالله العظيم أنا بشهر أيمة بشهر 2 قدمت استقالتي. كنت مبطل رجع. كنت مبطل رحت سافرت على السعودية والله. ولماذا رجعت؟ رجعت لأنه يعني حسيت إنه لسه فيني أدن. لما رجعت برمضان وسبحان الله رب العالمين استخدمنا بمشاريع ضخمة برمضان. لما تكون انت عم تشتغل وعم تقدم، انت مسلم قبل رمضان 1000 شقه متضرر زلزال وعم تشتغل وعم تجمع تبرعات ناس واثقه فيك، ليش لحتى كرمال الناس تروح؟ لا انا بتمنى والله العظيم بتمنى اني اخلص من الهم. انت بتتخيل حالك انه كل يوم بتفيق الصبح على مسبات وتنام بالليل على مسبات تخوين، واذا قعدت تاكل همبرجر بيقولوا مال التبرعات ومال الايتام، هي كارثه كبرى. بس لك شغله كثير مهمه اخر شيء بدي احكي، انه انت شايف اكثر من 100 مؤثر، اكثر من 100 مؤثر باكثر من 300 مليون متابع. نحن قديش من بالمية منهم؟ طبعا 130 مو 100. 2 منهم عليهم خلاف واعتذروا وابدوا انه قالوا نحن اسفين. هذا الشيء خطا. انت بوجه نظرك انه نحن بالفعل بال 130 مؤثر انت عندك 2 يعني ها عليهم خلاف. هل هذا بالعكس هذا الشيء نحن طبعا اللي انتقد المؤتمر كرمال 2 هل هو بارك بالمؤتمر كرمال 128؟ فهمت شو قصدي؟ يفترض نحكي لما ننتقد كمان نحكي عن الشغلات الايجابيه. طيب جيد. السنة القادمة هناك مؤتمر؟ طبعاً إن شاء الله السنة القادمة هناك مؤتمر يكون أعظم من هذا المؤتمر إذا عاطف ما بطل. الفكرة ما حد بطل صح؟ والله امبارح سألت شو قلت له؟ شو؟ قلت كمان نفس الشيء، قلت له خي تعيفني من القصة. أنا طبعاً يعني على طريقة رؤساء العرب ترى أنت الآن. لا والله يعني إنه والله سألت شو قلت له يعني والله على طريقة رؤساء العرب. طيب أنا بدي لك شغلة بس ما أعترض. أنت جيتني بشهر 4 قلت لي المؤتمر بعد شهر، شو قلت له؟ والله أنا بقيت 4 شهور بحاول مع عاطف إنه هاي قضية أمانة عندك. طيب. أنا أسست الفكرة وبدأت فيها لوحدي، أصريت مع إن رفض 3 مرات، أصريت إنه ملهم وفريق ملهم لازم يكونوا. أنتم كمنظمات تتعاونون؟ يعني بصعوبة مثل كل شيء قاعدين عم بس بهالمؤتمر عن جد أنا أول ما قلت له والله كنا نلعب بالسيارة، قلت له عشنا زلزال الدنيا كلها ما بتسمع عن شيء. قلت له بلا مشاكل اللي بلا مشاكل، توكل على الله. سمعت المنظمات في الداخل صعبة قليلا صح؟ نعم. ليه؟ يا أخي الحاجة دائما حاجة الناس أكبر من عمل المنظمات. الحاجة الموجودة عندنا تحتاج إلى إمكانيات دول. يعني وقت تقول لك على مرضى سرطان يا أخي دول قائمة بحد ذاتها لا تستطيع أن تؤمن الجرعات الكيميائية لمرضى السرطان. عندك ناس فقدت بيوتها، أنك تبني لها بيوت من جديد. فدائما وقت اللي بيكون إنسان مقهور بكل هذا الضغط عنده حاجة كتير كبيرة وأنت ما أنك قادر تسد، عم تحاول تسد اللي بتقدر عليه. أنا مشكور والله، أنا بشكر أي منظمة عم تشتغل بالداخل، لأنه بالأخير ما رح يبقى من كل اللي برا غير هدول المنظمات اللي هم أولاد البلد اللي ما رح يتخلوا ويضلوا دائما عم يفكروا ليحاولوا أن يساعدوا الناس. لكن ما كتير بلوم من اللي بسوريا بيسخط من السوريين المقهورين. يا أخي بالأخير اللي قاعد تحت الخيمة وولاده ميتين البرد بده يعني يسب على أكبر منظمة، بقول لك أنا طيب حقي كمان
هو باعتقاده انه هذا المال اللي عم نجمع لازم يوصل للكل، هو عم يوصل لشريحه وما عم يقدر يكفي الكل. فانا يعني الحاجه الكبيره ولازم هون نحكي يعني نظام الاسد المجرم هذا الابن الحرام اللي 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 هو سبب كل مآسينا وهو سبب كل بلاوينا وهو سبب الحاله اللي نحن فيها، انا باعتقادي هذا لازم نضل نذكر فيه، لازم نضل نذكر فيه للسوريين وللعرب وللاطفال بانه انت بهذا المكان لأنه في واحد ضل حب يضل قاعد على الكرسي، واحد مجرم حب يضل قاعد على الكرسي، هو اللي جابك هذا المكان. وذكروا أولادكم يا شباب، ذكروا أولادكم بأنه لهم حق ولهم بيوت، هم صمد مآسي. وبدختم بقول لنجيب محفوظ: علموا أولادكم أن المسامحة تأتي بعد أخذ الحق وليس بديلاً عنه. وليس بديلاً عنه. بديلاً عنه، نعم. أنا بدي أختم أنه نحن كنا واضحين جداً، فخورين أنه كان هذه وكانوا الشباب الثوار السوريين موجودين بكل قوة، بكل ما أوتينا من قوة، وصلوا رسالتنا بكل وضوح وتكلموا بصوت السوريين، ووصلت هاي الرسالة وكانت متقبلة. فخور أنه 100 مؤثر طلعوا من المؤتمر غير ما دخلوا عليه، طلعوا سعيدين بهاي الرسالة، طلعوا سعيدين بالتعرف على الشباب السوريين. يعني اسمح لي، يعني سعيدين لأنه يعني حجز فندق والجماعة جايين سياحة يومين وتلق هذول الجماعة يا صديقي يعني إعلانهم الواحد يفوق $10,000. بغض النظر أتوا هم ما بيطلعوا من الفندق، هذول ما بيطلعوا من الفندق، هذول إعلانهم $10,000 أتوا والله العظيم جزء منهم على كلفهم الشخصية أثروا إنه ما يدخلوا، جزء منهم تبرع بأضعاف ما أخذوا. يعني جزء مثلا تحجز له والله تك الطيارة وأوتيل وكذا وبيجي على اسطنبول مدينة جميلة سياحة كذا لطيف تصور كذا، كل المؤتمر حيكون سعيد يعني لا يكون سعيد المؤتمر يومين بزلك شيء. المؤتمر يومين، كل يوم كم ساعة قعدنا بالصالة؟ كل الوقت تقريبا 12 ساعة. حلو. في أشخاص، في أشخاص دخلوا من الطيارة على الصالة، بعدين نص صالة على كملوا رحلتهم على باريس ولا كذا. يعني في أشخاص اجوا ما طلعوا من الفندق. انت عم تقول انه فندق وكذا، احنا عم نحكي عن اشخاص عندهم عشرات الملايين متابعين. ثاني يوم خلص المؤتمر في منهم نفس اليوم سافروا، صح؟ طبعا الغربيه الاغلب، الاغلب فما جايين سياحه. الناس هذا ما بيصير عاده معاد مع هاي النوعيه يعني من الناس. في ناس شوف، طيب يستعرض بالخير يا رجل، يستعرض بالخير احسن ما يستعرض بالشر. يستعرض بالخير احسن ما يستعرض بالتفاهه وتبرعوا. يعني انت في شغله كثير مهمه، انت تعرف انه المبلغ اللي انجمع يعني جزء كبير منهم موجودين المؤثرين نفسهم. والله العظيم انا متفاجئ. اكبر مؤثر، اكبر مبلغ دفعه مؤثر والله مالك. حتى رفضوا انه يحطوا، للاسف شفنا الارقام، رفضوا يحطوا اسمائهم. في زين الدين زيدان، محمد عدنان، طبعا محمد عدنان يعني تبرع مشكور جدا. موسى العمر تبرع ب $15,000. شخصيات مختلفه، تيكته كله وكل جيته ما بتكلف $500، تبرع بعشرات اضعاف. استاذ جمال سليمان، انا بكل اول كلمه بمؤتمر قبل جمعه تبرعت 10 ساعات، قلت رجاء لما تتبرع اذكر اسمك. والله هو الاستاذ ماكسيم خليل، يعني طلعت اسمه على الشاشه قدام الكل. قلت لهم هذه مو مراءات، انت لما تكون مشهور عليك زكاه انك انت تاثر بمتابعينك. فانا بشوف انه المؤتمر كان فيه كثير سلبيات عشان ما تنحق علي، وانه في ايجابيات ان شاء الله بيعود اثر على الشعب السوري. وإذا كان يعني نحن هدفنا شخصي فالله يبارك فينا بجهدنا ويستبدلنا، وإذا كان قصدنا للشعب السوري فالله يبارك ويقدرنا. يا سيدي، إيجابيتها أنه هدول المؤثرين أتوا بكل حب ونشروا القضية السورية بكل قوة ما بعد هذا المؤتمر، ونشروا القضية الإنسانية، وإحنا تعرفنا على قضاياهم الإنسانية ونجحنا كسوريين مع بعضنا أنه نكون سوياً، نطلع جميعاً متفقين على هدف واحد، ندعم الإنسانية وخصوصاً بمناطقنا. والناس اللي حتشوفه هو بالأيام القادمة كيف حتشوف هدول الناس، نزلوا معنا، نزلوا على حملاتنا ودعموا الشمال السوري بكل وكرمنا تلفزيون سوري كمان. أي طبعاً. وكان لبهدل عليها. ليه؟ قسماً بالله اليوم. ليه؟ قال ما بصير تكرم وهي رشوة. هي أحد التعليقات. حتى يغطي لكم. إذا عقد مؤتمر السنة القادمة سوف تأتي؟ كل تأكيد. أنا على فكرة قلت لك كثير من الشباب اللي كانوا موجودين من العرب والله هم اللي اجوا لعندي بعد الكلمة، احكي لنا أكثر عن سوريا، إذا بدنا ننزل كيف شو نعمل؟ كيف بدنا نحاول نوصلكم، كيف بدنا نحاول نساعدكم بدنا نوصل صوتكم؟ هذا الرجل بده يستعرض، اجى عنا على الخاص بعيد عن أي كاميرا وبعيد عن أي شيء، فبكل تأكيد أنا لن أدخر جهد بأي مكان قادر إني أوصل صوت السوريين. والله إذا بكون على القمر وعندي فيزا على القمر مع إنه ما معي جواز سفر بدي أروح على برا. يا سيدي، الفلسطينيين يجوبون الأرجاء كل يوم في أوروبا وأمريكا والمناطق اللي تدعم إسرائيل بكل قوة حتى يغيروا الرأي العام ويخرجوا مظاهرات فيها
ويجيبوا أعضاء البرلمان وكذا. ونحن كسوريين ببعض الأحيان بيجينا هجوم إنه ليش جبتوا بعض الناس تقنعوهم بالقضية، كأنه نحن انتصرنا وحققنا كل ما نرمو إليك. تجلد ذاتك أعتقد، يعني هذا خطاب جلد الذات شديد. صحيح. يا سيدي نحن متقبلين يعني لكل النقد اللي إجانا، وهذا بناء معانا للسنة القادمة. وهذا نحن ما يعني نتمنى أن تدافع عن نفسك بهذا الخطاب، خطاب جلد الذات. شو أنا هاجم نفسي فوق ما كل الناس عم تهاجمني لسنة؟ معصب صح؟ معصب. لا والله. يا سيدي من كتب بهاي الطريقة وبنقد محترم نتمنى، ونحن هون لنوضح، نحن جينا لنحكي للناس. شكرا لاستضافتنا معاذ التلفزيون السوري. انتم منظمه بنفسج ذو خلفيه اسلاميه صحيح؟ ذو خلفيه والله ايش جبنا، قالوا لنا جبتن فيس شيخ بيحكوا عنكم اخوان، بيحكوا عنكم اخوان. لا بيحكوا عنا كمان اخوان، والله بيحكوا عنكم اخوان. وجبنا ما بعرف مين انتم اخوان. احنا كلنا اخوان في الله طبعا، احنا ما لنا منتمين لاي حزب سياسي ولا لنا اي ذوي خلفيات اخوانيه ولا ذوي خلفيات ولا مقدمات. احنا شباب سوريين عم نشتغل مع بعضنا بدون اي انتماءات. شكرا. من كل الأصناف ومن كل الأطياف، والجميل بهذا المؤتمر أنه جمع كل الخلفيات وكل المرجعيات. شو؟ يعني استلم الكلام ما عاد حدا يحكي. شيخ فؤاد بترد يا أخي، اتهمت واتهام بترد عليه. طيب أمرك. طب أنا شو؟ أنت شو؟ هذا أخوان بعده. مين؟ أنت؟ لا أنا أخوان. أنت من أخواني الأخوان. أخواني الأخوان. لا يا سيدي فؤاد سيد عيسى مؤسس منظمة بنفسج. شكرا جزيلا لك شيخ فؤاد. أستاذ عاطف نعنوع. مو شيخ، أستاذ عاطف نعنوع، مدير فريق ملهم التطوعي الذي لا بديل عنه. لا بديل. شكرا جزيلا لك. أبو عدنان الحبيب، هادي عبد الله الصحفي والإعلام السوري الشهير، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا دكتور على القميص. شكرا يا عبد الله. على القميص. ليش ما أنا أعطاني القميص؟ شكرا جزيلا لك أبو عدنان، أنت يعني مو بس أنت بتمون على القميص وصاحب القميص. والله كفو يا دكتور. والله العظيم. والله كفو. وأنت تعلم. حبيبي يا دكتور. يا جماعة بنعرف هيك أن لكم بدنا قميص. أنا كنت جايب كمزي وما مالي خبر باللقاء، قلنا له خيو تلبسنا قميص لطلع. أبو عدنان يعني والله أنت على القميص. لبسنا العباية يا شباب. وأنت تلبس العباية عند أهلك. شكرا عن جلسة للدعوة هاي. لما دعيتونا صباحا لبينا فورا، لأنه إحنا بحاجة نرد للسوريين. نحكي معهم من منصة واحدة، لأنه للأسف صعب نرد على الكل. فشكرا للدعوة، وإن شاء الله يكون حققنا إنجاز شرفتونا. نطور عليه في المرات ننتظركم في مؤتمر جديد السنة القادمة للتأثير في الإنسانية. شكرا جزيلا لكم حبيبي يا جماعة.